معي اتصال هاتفي، خلوني ياخذوا الاخت ايمان الردادي. ايمان حياك الله. حياك الله ايمان. طبعا ابيك بس تحكي لي قصتك مع المستشفيات والمستوصفات الخاصه في طب الاسنان، يبدو لي عندك قصه ودك تروينها. ايوه، قصتي بدات من 4 سنوات تقريبا. إيه؟ راجعت في عياده خاصه عشان كانت مشكله يعني بسيطه، مشكله تسوس بسيطه وبس. دخلت يعني معمعة إلى الآن ما انتهت. أعطينا وش يعني المعمعة؟ أول شيء كل ما أتعالج عند طبيب أخلص مني، وما في شهر شهرين إلا ويبدأ تبدأ مشكلة جديدة. وأروح يعني عيادة ثانية ويطلع مشاكل يعني مشاكل أخرى. وبعدين يعني تقريبا تنقلت بين 3 عيادات في المنطقة الشرقية. آخر عيادة سويت يعني عالجني وخلص كل شيء، وبعدين رحت سويت تلبيسة أسنان عشان قلت خلاص يعني ما أبغى أدخل في مشاكل ثانية مع أطباء الأسنان. وحتى يعني كلفتني مبلغ يعني شديد جدا، يعني مبلغ كبير. وما في يعني انت من شهر من انتهائي من تلبيسة الأسنان إلا ورجعت يعني في مشاكل ثانية، صارت عندي مشاكل تحت الأسنان اللي عالجتها، يعني تحت التلبيسة اللي ركبتها. وطبعا عشان يعني كنت وقتها يعني كنت حامل، فما ما قدرت أعالج، فقعدت أستنى تقريبا 9 شهور لين ما يعني رحت عند طبيب تاني وقال لي إنه برضو كمان في مشاكل، وحتى التلبيسة كانت سيئة، إنه كانت يعني لاصقة ببعض، المفروض ما تكون التلبيسات لاصقة ببعض. وأنت قاعدة تنقلي من مركز لمركز؟ من مركز لمركز. إيوه. طيب رفعت شكوى عليهم؟ لا. ليش؟ ما أعرف، يعني حسيت ما حد يعني حينصفني أو إني حتعالج أو إنه يعني حاخذ حقي، وما حد حيقول لي شيء، خاصة إنه تقريبا اضطريت أقعد بعد آخر تلبيسة تقريبا 1 سنة كاملة، يعني أخذ مني الوقت حتى يعني ولدت ورحت دكتور ثاني يعني. وش جنسيات الأطباء اللي عالجت عندهم؟ تقريبا من جنسيات عربية. وصراحة أنا أحس يعني حاليا بعد ما جربت أطباء من جنسيات يعني أخرى، حسيت السعوديين من جد يعني أحسن أطباء حالياً، يعني سواء حتى خارج الأسنان يعني السعوديين من جد مرة أحسن. عن تجربة حالياً إنه كمان يعني بحسه إنه بيعطيك يعني بيكون صادق معاك. طيب واضح، شكرا لك إيمان الردادي.